بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع ما أخذنا في القواعد الأربع. أولا، لماذا ندرس هذا المتن؟ أي متن القواعد الأربع، ما هو السبب لدراستنا لهذا المتن؟ من يعرف؟ نعم. أولا، أول نصيحة العلماء، نصيحة العلماء بقراءة هذا الكتاب له الصلاة والسلام. ثانيا، أول ما ندرس التوحيد، وأول ما ندرس في التوحيد مثل الأصول الثلاثة، ثم القواعد، ثم القواعد الأربعة. ثم ثانيا، رده على أن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالقواعد الأربعة حتى نستطيع أن نرد على السبب التي يأتي بها أهل السن في زمانه. فتح الله عليك. نعم، فهم ست القواعد الأربع إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. إلى ثلاثة أقسام. الأول مقدمة والوسط. المقدمة فيها عنوان الساعة. قلنا هذه المقدمة هي مقدمة الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن المؤلف رحمه الله تعالى سار على طريقة هؤلاء، وكم يعني يأخذ الطالب من شيء ولا إشكال في هذا. الثاني، لماذا ندرس التوحيد؟ وهذا قد تقدم معنا وذكرنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله يكرر هذه المساله في جل المؤلفات، في الاصول الثلاثه، في القواعد، في كتاب التوحيد، في كشف الشبهات وغيرها. القسم الثالث، تفصيل القواعد الاربعه وغيرها. القواعد الاربعه، اصل الكتاب، فتح الله عليه. هذه القواعد الأربع خلاصة لأي كتاب؟ من يعلم؟ هذه القواعد الأربع خلاصة لأي كتاب؟ كتاب كشف الشبهات. طيب، فتح الله عليك. لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات أولا؟ لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات أولا؟ لو قال القائل لماذا لا ندرس كشف الشبهات أولا؟ ثم بعد هذا لو تخبرهم هؤلاء يعني يقدم ياخذ اصواتهم او ما ادري ها؟ صوت طالع طيب خلاصه الكتاب كشف الشبهات، لماذا لا ندرس كتاب كشف الشبهات؟ نعم. أولا وصية العلماء بأن يدرس كتاب كشف الشبهات قبل. نعم. فرابط الرجوع للعلماء. وهناك من العلماء من يرى تحريم القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. وليس لأن نقدم ونؤخر إلا لكم تعالى. طالما أنني طالب لابد أن نسير على النهج والطريقة التي خطوا لنا العلماء، صحيح؟ نعم. كما أن كتاب كشف الشبهات فيه شبهات. طيب، وأنه قد تعلق لديه شبهة ولا يستطيع أن يدفع هذه الشبهة. كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، سيأتي معنا بإذن الله في العقيدة الواسطية، نرى تحريم القراءة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة والطلبة علم، أنه قد تعلق لديه شبهة. طيب، من هم أولياء الله مع التلميذ؟ الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان له وليا. الدليل قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. طيب، هل النعمة ابتلاء؟ نعم أم لا؟ ابتلاء. ما الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما رآهم مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. طيب، فتح الله عليك. تحتاج النعمة إلى ماذا؟ قلنا تحتاج إلى أمرين. النعمة تحتاج إلى أمرين.
نعم شكرا نعمة هذا بعد أن تأتي وقبل أن تأتي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلق فتح الله عليك نعم تعلق بالله لا بغيره وتوكل على الحي الذي لا يموت لكن لو تعلق بغير الله هذا قلنا بالأمس لو تعلق بغير الله تعلق مثل ما تعلق بعض الناس قال ماذا صنعنا من حكام ماذا صنعنا من عرب ماذا أين الحكومات أين الشعوب أين القومية أين العربية صح تعلق إذا تعلق بغير الله هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر يتعلق بغير الله قد ضعنا ضيعونا شردونا وتوكل على الحي الذي لا يموت طيب إذا هذا الذي يخطر ببال أحيانا عندما تمشي في الطريق وطول القصور والعمال ومتاع الدنيا وغير هذا وتقول لو يتعرف عليه الوزير أو التاجر أو الرئيس أو المليارديرين أو كذا يعطيني شيك مفتوح أو قال يا ولد خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت وقصوري وأموالي كل هذا صح هذا تعلق بغير الله من واحد يوسوس له الشيطان والتوكل على الحي الذي لا يموت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق تقديم حق التأخير يدل على حصل عند غيره واعبدوا واشكروا له الجنة لا تطلب إلا من الله كذلك هذا لا يطلب إلا من الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين طيب إذا نعمة الابتلاء تحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي وبعد أن تأتي الشكر بالقلب واللسان والجوارح وكل نعمة بحسب فنعمة العلم أن يعمل به ويدعى إليه لمن سأل هذا العلم كذلك يبذل لمن سأل إما بلسان الحال أو بلسان المقال دخل إنسان هنا للمسجد وأخذ يصلي بهذا الاتجاه ماذا تصنع؟ ترشد إلى القلب لو قال لك هذا يا أخي اتركه أنت مفتي؟ تقول لا أنا غير مفتي لكن هذا شيء متيقن منه 100% فالذي أنا متيقن منه 100% أدل عليه الناس وهذا ليس فتوى صحيح؟ لكن لو جاء إنسان أسأل عن الطلاق تفتي؟ لا مفهوم؟ أي نعم هذا السائل يعتبر هذا السائل بلسان الحال عندما اتجه إلى غير القبلة والثاني سائل بلسان المقال جاء إلى هذا وقال أين القبلة؟ قال الله أعلم أنا لا أفتي يا أخي أريد جهة القبلة أين القبلة؟ قال الله أعلم راجع المفتي خير الأمور وصل إما أن يختم كل شيء أو لا يتكلم بشيء قلب ولسان وجوارح إذا أعطي الشكر وقليل من عباد الشكر وتذلل لسانك بهذا من أين لك هذا؟ هذا من فضل ربك كيف؟ كذا قال الحمد لله كل ما بك من نعمة فهي من الله طيب وإذا ابتلي صبر أقسام الناس عند المصيبة أخذنا بالأمس انقسموا إلى كم قسم نعم إلى أربعة أقسام فتح الله عنك القسم الأول تسخط والتسخط كبيرة من كبائر الذنوب وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر اعتراف على قضاء قدر والتسخط يكون بماذا؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح بالقلب ظلمني ربي منعني ما استحق ولماذا فلان عنده كذا وانا ليس عندي شيء باللسان اف يا له يا مصيبتا يا ويلتا يا فتنة اميا وبعض الناس يا اخي يقول خلاص الى متى ايش هذا يعني ثلاث سنين الان انا في العالم صح تسخط باللسان
بالجوارح لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور ويكسر ويرمي ويمشي بالسيارة بسرعة وكذا، صح؟ هذا ما هو تسقط. الثاني صبر، يصبر بقلبه ولسانه وجوارحه، والصبر مثل اسم مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من عسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واجب إجماع الأمة، أجمعت الأمة على وجوب الصبر. الثالث شاكر، والرضا مستحب. الرابع أعلى المراتب شاكر، عند المصيبة شاكر، هذا عند النعمة شكر. اجلس الله عليك. وهذا يأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد زاد التفصيل بإذن الله. طيب، وإذا أنا مستقبل، من يذكر لي عنوان السعادة؟ عنوان السعادة الذي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. إذا ابتلي صبر. إذا ابتلي صبر. إذا أنعم عليه شكر. وإذا أنعم صبر. نعم، في السراء شاكر، وفي الضراء صابر، وعند المعصية مستقبل. هذا السعيد في الدنيا. ولو تبحث في أحوال الناس تجد أن الناس لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة، صحيح؟ فتح الله عليك. نعم. طيب، أخذنا الشفاعة. من يعرف لي الشفاعة؟ كل أقسام الشفاعة. نعم، هنا الشفاعة هي التوسط الغيب في الجانب النافع والدفع، تنقسم إلى قسمين، مثبة ومنفية. المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. وفيما يقدر عليه المخلوق تصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر وتعتقد المسألة. الشفاعة مثبتة، تثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، تطلب من تطلب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. نعم، بكم شرط؟ بشروط ثلاثة: الإذن والرضا عن الشرع والرضا عن المشروع. جمعت لقوله سبحانه وتعالى: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. يرضى عن الشرع والمشروع، تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه في أحد، الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن تراجع عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إبراهيم، آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام. الشفاعة في فتح أبواب الجنة أول من استفتح، أول النبي عليه الصلاة والسلام وافتح له. والشفاعة في أبي طالب أن خف عن هذا. الشفاعة العامة يدخل فيها كل واحد، النبي عليه الصلاة والسلام، أنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة والصالحين، كل واحد، بل حتى الأفراد والأطفال يشفعون. الشفاعة في رفع الدرجات، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجة المدينة. في من دخل النار من الموحدين يخرج منها، في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. هذا ما يتعلق بالشفاعة. نعم، من يذكر لي القواعد الأربع باختصار؟ القواعد الأربع أخواننا أمس القريب ذكرنا، انتبه لأسفل. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكفار وهم مقرون. ما هي الشبهة؟ أنهم مقرون ما هي الشبهة التي يأتي بها أهل السن في الزمان؟ يقول نحن نقول إن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت ومدر. آخر القاعدة الأولى، أنهم قالوا أن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت ومدر. نقول ما يكفي هذا، هذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعثوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نعم، فكل من صرف شيء من العبادة لغير الله فقد راهم الكفار الذين بعثوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القاعدة الأولى. الثانية، ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعان عند الله، بهذا استحقوا أن يكفرهم الله، ونقول أنتم الكفار سواء بسواء في هذا القول. القاعدة الثالثة، الشبهة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أقوام وفي أمثلة. نعم، الشبهة الثالثة، يقول
لك هذا المبطل المشرك. هذه الآيات التي يحتج بها السنة والجماعة نزلت لمن يعبد الأصل ونحن لا نعبد الأصل. نقول كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل، وهو هذا الشرك أكبر، سواء عبد من دون الله الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو غيرهم. نتلو عليهم الآية أربعة الأخيرة أنا على الشرك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أشركوا في السراء أخلصوا في الضراء كفرهم الله، وهذا الشرك نسأل الله السلامة والعافية. في زمان أشركوا في السراء وفي الضراء فهؤلاء كفار مبعوث، نقول لهم اتقوا الله. نعم فتح الله عليك. يؤذن الفجر الساعة الحمد لله. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ لماذا ندرس الدروس المهمة لعامة الأمة؟ نعم لماذا ندرس الدروس المهمة لعامة الأمة؟ العنوان واضح، الدروس المهمة. حتى فتح الله عليك لأنها مهمة ونصيحة العلماء. طيب لو قال لك قائل هذه الدروس نعم والله مهمة لكن لعامة الأمة، أنا لست من عامة الأمة، أنا طالب علم ما أدرس والله لن أحضر هذا الدور، إما أن يدرس هذا الحموية أو التدميرية أو لا أحضر عنه أصلا. هذا الدرس عند الأطفال ولد صغار عندنا. نعم طيب نعم نسأل نقول نسأل عن نبي هذا الدرس، إن أجبت الحمد لله أنت أعلم من عامة، وإن لم تجب ترى عامة الأمة أحسن منك، لأنه لا يتكبر علم العلماء ولا يمكن أن تكون أنت طالب علم طالب هذا الكلام. نعم وسوف ترى إذا جرى الغبار أفلس وكبت أم حمار. نعم طيب طريقة السلف في حفظ القرآن، حفظ يومي، حفظ يومي عشرة وتدبر يومي النظر في معاني هذه الآيات من تفسير مختصر ولو يكون تفسير مستعد واستعانة بالله العام، إذا لا ينقطع لا حفظ ولا الدراسة. أجل فتح الله عليك يا أخوانا، تستطيع أن تحفظ القرآن بإذن الله في ستة أشهر على بركة السنة ولا أشهر، كل يوم لو تحفظ حزب تختم في ستة أشهر، لكن لا تترك الحفظ أبدا، في كل يوم تحفظ. نعم أي منطقة التفسير ذكرت السيد عبد الرحمن بن ناصر السيد رحمه الله تعالى، أمثلة الشرك الأكبر أمثلة الشرك الأصغر شروط الصلاة. من هو المميز؟ من هو المميز؟ تمييز إسلام عقل وتمييز. من هو المميز؟ سبحان الله بقي معي. نعم هو الذي يميز بين الشيء، المميز هو اللي يعرف، أي واحد فيكم مميز هو يعرف المميز، أما اللي يعلم يعرف المميز الله أعلم أنه غير مميز. صحيح نعم، من هو المميز؟ لو يسأل القرآن أنت مميز؟ تقول نعم مميز هو هذا ولله الذي لا يعرف المميز، يمكن أن يكون غير المميز. نعم من هو المميز؟ هو الذي يميز يفرق بين الأشياء. هذا ما وهذا هل التمييز سن محددة؟ لا، لكن في الغالب ان ابن سبع سنين مميز. فوق فتح الله عليه اجلس. رفع الحدث في شروط الصلاة معناه انت هنا في نعم رفع الحدث اي حدث نعم الأكبر والأصغر، يرفع الحدث الأكبر بماذا؟ اغتسال الأصغر في الوضوء، صلوا على حدث أصغر، صلوا ناسي، صلوا على حدث أصغر ناسي، الآن صلى معنا هذا الأخ وهو محدث حدث خارج منه وليه فصلى معنا ناسي، الآن تذكر ما يعني؟ يا أخي ناسي
نعم باطل لا يقبل فيه لا جهل ولا نسيان ولا عمد. نعم اجلس فتح الله عليك. إزالة النجاسة عن مالك. إزالة النجاسة عن مالك. عن ثلاث أشياء: بدن وبقعة وثوب. فتح الله عليك. أقسام ستر العورة أو أخذ الزينة. أمامك أمامك. أي نعم. نعم كم؟